السلام عليكم متابعين ماما زي حبيب ام ذلك. راح فيكم اليوم واحد الفكره اللي كتكون بجوج ديال المكونات هي العدس والبصله. هاد الاكله اللي مغذيه وصحيه وسيرتو الناس اللي عندهم مشاكل ديال المعده ما تيبغوش الحموضه بزاف، والناس اللي عندهم كذلك فقر الدم. دونك تفضلوا معايا المقادير. هاد الوجبه يعني كما قلت لكم في الاول كتكون بجوج مكونات، يعني البصله والعدس. انا هنايا عندي زلافه ديال العدس رقيق منقي اللي غادي نمشي نديه دابا، غادي نغسلو بالماء طيب وغنخليه يرقد واحد تقريبا واحد 15 مينوت. وعندي جوج بصلات مويين، هاد جوج بصلات غادي نشلضهم وغادي ندوزو نطيبو دابا. دونك عندي هنايا طنجره درتها تسخن، غادي ندير فيها هذيك الزويته بلديه باش غادي نطيب هاد العديسه وهاد البصله، وغادي ندير عليها البصيله ديالي اللي شلط ديجا البصيلات بجوجهم اللي درت لاف. انا ما كنديرش فيه لا مطيشه لا حتى شي حاجه، وتقدري تقدمي هكا وجبه، يعني الانسان يقدر ياكل العدس بوحديتو، يعني يخلط معاه مع شليده هكا ولا الحوت ولا ديجا هو راه بروتين، كنخلطوا البروتين مع البروتين، يعني هو ديجا مغذي ومفيد، يعني هو كوجبه كامله. دونك كندير التوابل ديالي، كنبدا كندير بعدا ورقه الرند. والناس اللي عندهم انتفاخ في المصران، يعني هذه نصيحه، اي قطنيه بغيتي ديريها كتبقي تزيدي معها ورقه ديال الرند، لان ورقه ديال الرند كتحيد دوك كتمص دوك داك الغاز اللي تيكون في القطنيات بحال الحمص بحال اللوبيا، ديما خص تكون معاهم. سواء ما بغيتيش المذاق ديالها سواء كترقدي داك الورقه هذاك القطنيات بالليل كترقديهم في هذيك الورقه ديال الرند. دونك زدت هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، عندي هنايا نص معلقه ديال القزبر يابس. القزبر يابس دائما كنقول لكم راه القزبر يابس راه مفيد للصحه بزاف، عنده فوائد كثيره كثيره كثيره. عندي هنا واحد الطريقه ديال البزار، يعني نص معلقه، هذيك المعلقه الصغيره عندي هذه المعلقه الصغيره يعني كتهز نص معلقه ديال اتاي. عندي هنايا نص معلقه ديال سكنجبير، يعني نص معلقه ديال اتاي ديال سكنجبير، ماشي معلقه، هاد العلقه الصغيره كتهز نص معلقه. نص معلقه ديال الكمون، وعندي عندي الخرقوم البلدي حتى هو غادي نديرو تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وواحد طريت قيله بغيتي واحد شويه ديال البويون ديال البولي، بغيتي ديريه ما بغيتيش ديري هذا كيبقى دائما اختياري. يعني ما عندكش علاش تزيدي فيه لا مطيشه ديال المطيشه ديال الباطي ديال المطيشه ولا مطيشه كعاديه، ما ديريهاش نهائيا، وكيجي زوين غزال، جربيه وغادي تاكدي من نفسك بطبيعه الحال. كنزيد الملح، والملح دائما كتبقى على حسب الكميه وعلى حسب الاذواق. صافي تنحطيه، نخلي شويه هاد البصيله ديالتي تطيح، هي ورا العطريه اللي درت ولا هذاك العديسه ديالتي راني درتها في الماء طايب خليتها كترقد. غادي نشلو الثومه تاع هي زدتها في التالي، هادي معلقه ديال الثومه مطحونه. العديسه هي رقدتها غسلتها ونشفتها فقدرتها من الماء. صافي غادي نزيدها على داك البصله اللي درت. ديك البصله كتطلق الحلاوه ديالتها وكتهبط حتى داك الجهد ديال العدس، ما تيبقاش فيه مجهد داك المذاق ديال ملي كتجي لذيذه غزاله. كنخلط العدس ديالي باش ينسجم مع ديك البصيله،
البوطه كنقصها باش ما نجهدش، باش ما يديرنيش، باش ما يغلبش، يشربش عليا الماء، لان هاد البوطه مجهده غادي يشرب لك هاد الماء غادي تحرق لك. انا الماء بغيت نطيبه بحال الرز، زلافه ديال هذيك الزلافه كتهز لي 250 ديال العدس، دونك غادي ندوبل معاها الماء. انا عندي هاد الكاس كيهز 250، غادي ندير منه جوج ديال الماء، ما بارد عادي من الروبيني، جوج كيسان ديال الماء اللي درت معاها. هذا الكاس الثاني صافي، وغادي نخلط وغادي نخليها طبعا على مهلو، غادي نسد عليه وغادي يطيب لي فواحد الفتره ديال 5 دقائق، نسد عليه مده 5 دقائق وغادي نحل. 5 دقائق دازت حليت عليه، هو هذا العدس ما محروق ما ملصق ما والو، كيجي في واحد اللذة، نتمنى الله انكم تجربوه. تقدي تقدمي كادي سلطات سخونه، تقدي تقدمي كمقبلات، وتحطي كوجبه، يعني بزاف ديال الطرق كيفاش تقدميه للاسره ديالك. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، طبق ديال العدس بجوج مكونات، البصله والعدس. وكنشكركم، كنشكر كل الحباب كل الصحاب، كنشكركم جميعا الشكر. وما تنساوناش ديني في اللايكات، ما تنساوناش الناس الجدد يدخلوا يديروا ابوني. شكرا شكرا بزاف لدعمكم، والسلام عليكم إلى إن شاء الله بإذن الله فكرة مقبلة بإذن الله. السلام عليكم.